التواصل مستمر مشاهدينا الكرام شوط الختام اعلنت انطلاقته الخاص بالجعدان الاذاعه المهجنات الاصيل شوطنا السادس عشر ينطلق بوزن الجعدان وبتحديات الاذاع نبدا مع البدايه مسافتنا خمسه كيلومترات حيث البدايه هي ايضا حطام على المركز الاول مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي من يقدم لنا البدايه من يقدم لنا الصداره المركز الثاني ثاني المراكز هناك القادم في هذه اللحظات المفتي نواب بن نوح بن احمد البلوشي من غير الى البدايه وغير الى صداره هذا الشوط ثالث المراكز هناك المحيط العربي سعيد بن محمد بن عمير الفلاسي يقدم لنا المحيط العربي على المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز هذا هو شعار بن يميع يتقدم مع وبران خليفه بن محمد بن يميع أثار رابعا والمركز الخامس خامس المراكز من الجانب الاخر وتابع التحدي وتابع شاب نار سيب بن محمد بن سيب الضاحي الرميثي يقدم لنا شاب نار في هذا التحدي الرائع هناك ولكن هنا الوصول من مهيض عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي يقدم لنا مهيض اللي بيهيضنا بالامتار الاخيره ولكن هنا القدوم هنا القدوم ايضا هو شاب نار يا سلام وصل شاب نار يتقدم شاب نار سيد بن محمد بن ضاحي الرميثي يتقدم مع شاب نار على المركز السادس والمركز السابع سابع المراكز مصيحان اغلام بن موسى بن احمد البلوشي على المركز السابع والمركز الثامن ثامن المراكز مشاهدينا الكرام الاسد صقر بن مفرح بن محمد بن ثاني الاكتبي على المركز الثامن هكذا النتيجه للثمانيه المراكز المنطلقه ولكن نعود نعود مع البدايه نعود مع الصداره نعود مع العتيبي اللي مسيطر على زمام الشوط هناك حطام على المركز الاول مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي من يقدم لنا البداية حطام على الصدارة وعلى الانطلاقة الأولى ركز يا بن نوار يا بن دخيل الله على محطم اللي يسيطر على زمام الشوط ولكن تابع هنا المركز الثاني ثاني المراكز هناك الوصول من المفتي يتقدم المفتي نواب بن نوح بن احمد البلوشي مع المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز من الجانب الاخر المحيط العربي سعيد بن محمد بن عمير الفلاسي مع المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز شاب بنار سيب سيف بن محمد بن سيف بن ضاحي الرميثي على المركز الرابع والمركز الخامس خامس المراكز هناك ضرغام اغلام بموسى بن احمد البلوشي مع المركز الخامس هكذا النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة ولكن نعود نعود مع العتيبي نعود مع العتيبي اللي تعبنا وياه مع محطم هو اللي مسيطر على زمام الشوط هناك محطم مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي يقدم لنا محطم على الصداره المركز الثاني هناك الواصل المفتي نواب بن نوح بن احمد البلوشي مع المركز الثاني والمركز الثالث المحيط العربي سعيد بن محمد بن عمير الفلاسي يا الله يا هو محيط جا يا هم حيد جارف يا بن عمير هذا اللي ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هذا شاب نار يا سلام هذا اللي شاب ناره من يطفيها يتقدم الى المركز الثالث وعينه عينه على البدايه شاب نار سيب بن محمد وسيب بن سيب ضاحي الرميثي يتقدم يتقدم الرميثي ولكن هناك الوصول في هذه اللحظات من مهيض عبيد بن محمد بن مرخان يتقدم مع مهيض ولكن نعود نعود مع محطم على الصدارة وعلى الانطلاق أم مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي ابناء ميدان الشهيد يا سلام من الكويت قادم من الكويت بالتحديد ابناء ميدان الشهيد يتقدمون ايضا بمحطم على البداية مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي يسيطر على زمام الشوط المركز الثاني شاب نار سيب بن محمد بن سيب بن ضاحي الرميثي على المركز الثاني والمركز الثالث هناك المفتي لو نواب بن نوح بن احمد البلوشي الكوكب الثلاثيه الكوكب الثلاثيه الناموس حاير طاير ولكن ما شيء طاير يا العتيبي ما شيء طاير الا الكيلو متر الاخير الكل متر الاخير محطم على الصداره محطم على الانطلاقه الاولى هناك على الصداره مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي ابناء الكويت ابناء الكويت هو من يقدمون محطم بمتابعه نوار بن الله العتيبي من يقدم لنا محطم بشعاره المتميز على البدايه وعلى صداره هذا الشوط شاب نار على المركز الثاني سيب بن محمد بن سيب الضاحي الرميثي مع المركز الثاني والمركز الثالث هذا هو المفتي نواب بن نوح بن احمد البلوشي مع المركز الثالث ولكن هنا

حطام حطام على المركز الاول حطام على الصداره مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي العتيبي من يقدم لنا حطام بدون اوامر والعصا في الابطال العصا في الابطال الله يا حطام الله يا حطام السلام لابناء الكويت السلام لابناء الكويت ولا ننسى مضمره نوار بن دخيل الله العتيبي من يقدم لنا حطام في هذا الاداء الرائع شكرا يا ابو نوار شكرا يا ابو نوار هذا هو حطام على المركز الاول بدون اوامر بدون تعليمات يصل الى خط النهايه مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي سلام الكويت سلام سلام ميدان الشهيد على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس المركز الثاني شاب نار سيب بن محمد بن سيب الظاهر الرميثي والمركز الثالث المفتي نواب بن نوح بن احمد البلوشي هكذا النتيجة سبع دقائق خمسة وخمسين ثانية هو توقيت حطام تهانينا والناموس مشعان بن محمد بن حبيب العتيبي على هذا الفوز والانتصار إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام سباق هذا اليوم في تحديات الصباح وآملين أن نلتقي بكم في يوم الثلاثاء في سباق سن المفاريد تقبلوا تحياتي تحيات عبد الله بن مسعود الزرعي فواز العتيبي الزملاء الآخرين هنا على أرضية هذا الميدان العامين وإلى اللقاء